من غزة ينضم إلينا محمد أبو ناموس مراسل الغد. محمد، ما آخر التطورات لديك في غزة؟ هل هدأت الأوضاع في القطاع أم لا يزال القصف مستمر؟ نعم، يعني تقريبا منذ ساعة من الآن لم يتم استهداف أي منطقة أو موقع تابع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تحدثت عن تهدئة ووساطة مصرية للوصول إلى تهدئة ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. ولكن بعد هذا الإعلام من الفصائل الفلسطينية، قام الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة تقريبا باستهداف موقع الجعبري تابع لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس في شمال القطاع، مما نتج عنه أضرار جسيمة في داخل الموقع وأيضا في المناطق المحيطة وأيضا الذعر لدى المواطنين في تلك المنطقة. هذا القصف تبعه مجموعة من الرشقات الصاروخية التي خرجت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف المحيطة بقطاع غزة. هل حددت هذه التهدئة بأي فترة زمنية محمد؟ يعني ما تحدثت عنه حركة الجهاد الإسلامي، تحدثت بأن هناك وساطة مصرية تفضي إلى تهدئة تبدأ منذ تمام الساعة 8 بتوقيت قطاع غزة. ولكن بعد هذا الحديث من السيد داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف موقع الجعبري شمال القطاع، وتبع هذا القصف أيضا رشقات صاروخية أطلقت من داخل القطاع باتجاه المستوطنات في غلاف القطاع. هذا ينذر بأن ربما يكون الساعات القادمة تحمل في طياتها الشيء الكثير، لا سيما وأن الاحتلال في أكثر من مرة بعد الحديث عن التهدئة والوصول إلى التهدئة واتفاق يقوم بقصف بعض المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية المقاومة. مجمل هذه الاستهدافات الإسرائيلية باتجاه القطاع، وكما تحدثت وزارة الصحة، نجم عنها استشهاد طفلين وأكثر من 25 بحيث وجودك إصابة هناك. محمد، هل يتوقع أي اختراق لهذه التهدئة مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي، وما ستكون ردة فعل الفصائل في ظل الدعوات المصرية والجهود المصرية إلى ضبط النفس والتهدئة؟ يعني من خلال التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مرة تم التوصل إلى تهدئة، ومن ثم قام الاحتلال الإسرائيلي بخرقها، لذلك يبقى الباب مواربا حول هذه القصة. أما عن الفصائل الفلسطينية، فكما تحدث السيد فوزي برهوم القيادي في حركة المقاومة حماس، قال بأن سياسة القصف بالقصف هي السياسة التي ستتبعها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وأيضا تحدث في ذات البيان بأن حركة حماس تحمل للاحتلال الإسرائيلي ما يمكن أن ينتج عن أي استهداف جديد من الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة، وهذا ما يمكن أن يكشف في الساعات القادمة. طيب، ولكن هنا نتحدث وبكل صراحة، إذا ما تم العودة لهذا الاستهداف لهذه المواقع أو للمنتزهات كما حدث في المنتزه في غرب مدينة غزة عندما تم استهداف منتزه الكتيبة ومبنى الكتيبة، نتج عنه استشهاد طفلين منهم 15 عام والآخر 16 عام، ربما تكون الساعات القادمة تفتح أو تودي إلى مواجهة أكبر وأعظم مما شاهدناه في هذا النهار وفي ليلة أمس. بالنسبة للجهود الأممية ولجهود المبعوث الأممي إلى غزة، هل من تصريحات، هل من أي معلومات أنه سوف يقدم عليها أو إجراءات سوف يقوم بها في هذا الصدد، في صدد التهدئة؟ يعني الشارع الغزي منذ بداية هذا التصعيد وهو يترقب بلهفة أي حديث عن تهدئة سواء من الشقيقة مصر أو من مبعوث عملية السلام في الأمم المتحدة داخل الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف. كل الحديث يجري عن الوصول إلى تهدئة ومباحثات على كثب وتجري على قدم وساق للوصول إلى هذه التهدئة، ولكن حتى هذه اللحظة الإعلان الرسمي كان فقط من الفصائل الفلسطينية أن هناك جهود مصرية وأممية وأيضا إقليمية
الالتفاف على هذا الموضوع والوصول إلى تهدئة تفضي بإيقاف استهداف المواقع داخل قطاع غزة، وأيضا عدم إطلاق رشقات صاروخية من داخل القطاع. ولكن بجهة رسمية لم يتحدث أي أحد من الاحتلال الإسرائيلي عن الوصول إلى تهدئة. نتنياهو تحدث قبل قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذه السياسة ستبقى مستمرة، وحركة حماس إن لم تفهم في هذا اليوم فستفهم في الغد. نعم. ماذا تريد إسرائيل من مثل هذا القصف؟ نعم. وهذه التصريحات كلها يتابعها الشارع الفلسطيني عن كثب، وهي ما تخلق الذعر والخوف من ما هو قادم. نعم. على قطاع غزة إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا القصف. محمد أبو ناموس مراسل غد كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك.